خوتي انا ما كنتم حيث ما وجدتم. السلام عليكم بدون استثناء سواء في الداخل او الخارج. اليوم رانا في برج معاليج وبالضبط في ساحه الحريه، هذه معروفه المنطقه، هذه معروفه فيو برج يعني البرج القديمه. اليوم راح نشوفوا هذا في هذا الزنقه هذه شيء شخص يبيع الكتب، يعني حاجه مليحه انه حاجه دايرها يبيع كتب خير ما يبيع الشمه. على كل حال الكتب التغذية الفكرية خير ما الواحد يبيع الشمة في الطريق. وبالضبط مع خونا عباس. السلام عليكم خو عباس. السلام عليكم. واش راكم لاباس؟ الحمد لله رب العالمين. شكون هو عباس؟ عباس بائع كتب قديمة منذ 20 سنة في برج بوعريش، والوحيد الذي يمارس هذه الحرفة النبيلة، وكما سبق وأن قلت فهي عبارة عن تغذية الفكر. أحسن من أن أبيع أشياء أخرى، كما أستطيع أن أقول أنني أكمل حبا كبيرا للكتاب، نظرا وأنا شخصيا أحب المطالعة يوميا، وبالتالي الفكرة هذه جاتني منذ 20 سنة، حيث بعد ما انتهيت زاولة دراساتي كانت عندي الفكره هذه تاع نخرج كتب نشرو في السنه، نخرجهم نعرضهم في العطله الصيفيه، نخرجهم نعرضهم في الشارع نبيعهم، وفي العام المستقبل نعاود نشري. بهذه الطريقه اللي جاتني الفكره هذه تاع بيع الكتب، وراني نحس روحي هكذا في وسط الجنان تاع ورد. الله يبارك. نتمنى الناس كل عنده يعني بياخذ خدمه كيما هذه، باسكو العلم نور والجهل ظلام. الله يبارك. يعني كيف راك تشوف الناس يعني فيه الطلبه؟ ما نشوفش الناس، مش عارف الناس ولات ما تشريش كتابات، واش راني نشوف الحاله مش كيما بكري. صح، يعني بكري كانت احسن، بكري كنا احنا نشاحنوا على شراء الكتب وعلى دور السينما. حاليا ولات نسبه ضئيله من الشباب الذي يرغب في المطالعه ولات نسبه ضئيله. اللهم اذا الطلبه الجامعيين محتومين باش يحوس على الكتاب تاعو يدير به البحث تاعو، وانا يعني الحمد لله راني هنا قايم نوفر لهم كتب اللي ما يلقاوهاش على مستوى المكاتب الجديده، نوفر لهم. انا يجيبوني ناس من فرنسا، كاين ناس يهديوا الكتب تاعهم هدايه كثر خيرهم، والحمد لله رب العالمين. اخ عباس، انا شفت الكتب الناس يشروا كتبات تاع الطبخ ولا تفسير الاحلام، وش المشكله هذه في كان الظاهره هذه، وهذه الظاهره تتجلى عند النساء، اما عند الرجال فمنهم من يحبوا الشعر، منهم من يحبوا الادب، منهم من يحبوا اللغات كالانجليزيه الاسبانيه الايطاليه مثلا الفرنسيه، منهم من يميل الى الكتب الدينيه، ومنهم من يحب الكتب التقنيه والفكريه. كاين حاجه، كاين يعني كاين ظاهره هنا في الجزائر، كاين نقص فادح في الكتب، وخاصه الكتب العلميه هذه ولا الفكريه بحث علميه التقنيه. نعم، هناك نقص فادح يعني، نطلبوا من ان شاء الله من الوزاره المعنيه بالامر باش يعني تدير المجهود تاعها باش توفر للشباب للطلبه الكتب هذه اللي ما كانش ديما مفقوده. انت راك مريح هنايا، يعني شوف يعني الشباب تاعنا يعني مساكن بلا خدمه، يعني يكون يقدر واحد هل ترى الحرفه والمهنه هذه يعني مربحه ولا مش مربحه؟ في الحقيقه ما نقدرش نقول لك مربحه وما نقدرش نقول لك مش مربحه. تارة تكون مربحة وتارة يكون فيها نقص، وهذا الشيء ما يعني ما يحرمنيش باش نزاول المهنة هذه،